السلطان العثماني سليمان القانوني ابن سليم الأول حكم 48 عاما حكما امتد إلى نواحي أوروبا وآسيا وإفريقيا في الوقت الذي يسميه الغرب بالسلطان العظيم. بعض لصوص الإعلام ولاعقي أحذية الحكام يشوه صورته. استولى على بلغراد وحاصر فيينا وضم أجزاء من المجر ومنها العاصمة بودابست إلى الدولة العثمانية، وأوقف جماح البرتغاليين في البحر الأحمر، وحمى المسلمين من الدولة الصفوية، وضم أجزاء من شرق إفريقيا إلى الدولة العثمانية. من أشهر قادته في الجزائر خير الدين بربروسا، في سنة 1529 أرسل 7 رحلات إلى السواحل الإسبانية فأنقذ 70,000 مسلم. عني عناية كبيرة بالعمران فأنشأ العديد من المساجد والقناطر والحصون والقلاع في العديد من الولايات العثمانية ومنها الولايات العربية في بغداد ودمشق والقدس. سور القدس الآن الذي شيد في سنة 1538 كان في عهده. أمر معماريه الشهير سنان باشا في سنة 1550 أن يشيد كلية في اسطنبول فشيدها على مدى 20 عاما انتهي منها في سنة 1570 من الميلاد، فكانت جامعة حربية علمية وبجانبها جامع السليمانية وحولها العديد من المدارس والأوقاف. لعظم القوانين التي وضعها السلطان سليمان القانوني لقب بالقانوني، وكانت قوانين موافقة للشريعة الإسلامية حكمت بها الدولة العثمانية 4 قرون. في سنة 1566 بلغ السلطان سليمان القانوني 74 عاما وأصيب بداء النقرس التهاب في المفاصل. هو مضطر الآن إلى أن يرفع راية الجهاد وكان يقود الجيوش بنفسه، فتوجه على رأس الجيش العثماني إلى سكتوار المجرية وقاتل المجريين، وكان يركب أحيانا على العربة لا يستطيع أن يركب الحصان حتى انتصر في هذه المعركة ومات ودفن قلبه وأعضاؤه هناك. قيل بأنه رحمه الله توفي في أثناء المعركة فأخفي خبر موته لئلا تضعف همة الجنود ودفن، وبعد انتهاء المعركة نقلت بعض أطرافه إلى اسطنبول وبقي الجزء الآخر في مدينة سكتوار المجرية التي لم يكتشف أمرها إلا قبل سنتين. رحمه الله وأكرم نزله.